السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميع؟ ما زلنا مستمرين وعدنا لكم في فيديوهات شرح عن اختبار أرامكو، لأن اختبار أرامكو خلاص يعني باقي تقريبا شهر مايو مي وجون وجولاي، فباقي شهرين ثلاث تقريبا. يعني حيكون تركيز هون على الأزمنة وعلى الجرامر على القواعد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ سريعا عن زمن المضارع البسيط اللي هو بريزنت بروجريسيف، المضارع المستمر. طبعا المضارع المستمر طبعا شباب هو زمن يتكلم عن شيء يحدث الآن، يعني شيء مستمر وقت الكلام شيء مستمر. ففي الحالة هذه نستخدم ام واز وار، ام او ار او از، والفعل نحط معه اي ان جي. شوفوا الكلمات الدلالية، كلمة ناو ناو معناها الآن، تدل على شيء يحدث الآن، at the moment، في هذه اللحظة. يعني لما يكون عندي مثلا هذه الكلمتين، شو الفكرة بدك تفهمها أنت؟ لما يكون عندك كلمة الآن أو في هذه اللحظة، يعني الحالة هذه نستخدم اي ان جي مع الفعل، نستخدم اي ان جي مع الفعل ونحط قبله ام الزوار. فشوف الامثله، ام ريدنج ان ذا بوك رايت ناو. في عندي كمان هوازن اند احمد ار، طبعا لما يكون جمع لازم ار. نحط الفعل واشنج ذا ديشز ناو، يغسلون الصحون الان. طبعا هون لاحظوا الجمله هذه في نط، يعني في حال النفي لهذا الزمن نضع بعد الفعل المساعد اللي هي ام واز وار، نضع نوت. طيب كيف اعمل كويستشن، كيف اعمل سؤال من هذا الزمن؟ فقط بدل ما تكون يو ار رايتنج ناو، تصير ار يو رايتنج ناو، ار يو رايتنج ناو. الجواب طبعا اذا كان يس اي ام، نو ام نوت، يس هي از، يس هي از ناو. هذا شرح مختصر عن المضارع المستمر، وعن كل زمن لازم اعرف الكلمات الدلاليه. الكلمات الدلاليه هون كلمه ناو، واعرف شكل الفعل في هذا الزمن، شكل الفعل هنا ياخذ اي ان جي. هذه اهم نقطتين. الزمن الماضي البسيط، هذا الزمن يتكلم عن شيء تم في الماضي وانتهى في الماضي. طب بدي كلمات دلاليه، كلمات دلاليه عندي يسترداي، امس، لاست، الماضي. مثلا تحكي انت لاست ويك، لاست يير، السنه الماضيه، الاسبوع الماضي، وهكذا. في كلمه ago، لما تحكي a month ago، 3 months ago، يعني من 3 شهور مضت. هذه كلمات دلالية أساسية. شكل الفعل هو verb to، الفعل بالتصريف الثاني. انتبهوا الفعل بالتصريف الثاني أغلب الأحيان بيكون معه ed. لما تشوف أحد هذه الكلمات على طول تختار فعل بالتصريف الثاني. I called my boss last week. He cooked dinner yesterday. They visited Mecca a month ago. لاحظوا أقوى بتأتي في آخر الجملة. هذا في حال كان الفعل بالتصريف الثاني فعل نظامي. أحيانا يكون عندنا أفعال غير نظامية، أفعال شاذة نسميها، أفعال غير نظامية irregular verbs. طبعا لاحظوا هون معي كلمات دلالية نفسها yesterday، last night، yesterday أو ago، لكن الفعل ما عنده اي دي، لأنه هذا الفعل لما نحوله بالتصريف الثاني يتحول إلى شكل آخر نسميه أفعال غير نظامية. شرحتها أنا في أحد الفيديوهات عن الأفعال النظامية وأفعال غير نظامية. طبعا هون شو قصدي أنا؟ يعني هون الفعل في المضارع هو ميت، ميت معناها يقابل. في الماضي يصير شو؟ مت، يصير مت. أوكي، الآن عندي هون كمان came هو الماضي من come، ودرانك هو الماضي من درينك. في الحالة هذه أنا أحتاج أحفظ يعني بعض الأفعال الغير نظامية. شوفوا هذا الزمن الأساسي الثالث، وهو المستقبل البسيط. The future simple. I will visit you. طبعا
استاذ اعطيني الكلمه الدلاليه، كانت دلاليه مثل نيكست ويك، وشيء يعني شيء سوف يحدث في المستقبل، شيء سوف يحدث يعني في المستقبل، مو الان. يعني شيء ما حدث ولكن سوف يحدث في المستقبل. فأنت بتحكي لي مثلا tomorrow، غدا، next week، الأسبوع القادم، next Friday، يوم الجمعة القادم، tomorrow. هذه أشهر كلمات تدل على الزمن المستقبل البسيط. طيب هون كيف يكون شكل الفعل؟ طبعا هذا هون نضع الفعل بالتصريف الأول من دون أي زيادة أبدا، ونحط قبله كلمة will. فبصير I will visit you tomorrow evening. I will visit you tomorrow evening. هاي طبعا لاحظوا التصريف الاول. The supervisor will send the report next week. لاحظوا انا على طول بسيطه جدا، لما شفت next اروح ادور على will وفعل بالتصريف الاول. طبعا في ناس او في بعض الاستخدامات بدأنا نستبدل will ب going to، ب going to وقبلها am او is او are. يعني am going to او is going to نفس معنى will، هي نفس معنى will، في فروقات بسيطه جدا. انه طبعا لما يكون ويل عمل فجائي او عمل آني، اما لما تكون going to نتكلم على شيء احنا خططنا له وجهزنا له. she is going to sell her rings tomorrow، يعني هي مخططه تبيع الرينجز الحلق حقها tomorrow، او الاخوات عفوا. لاحظوا going to معناته ويل، حطوا لها ار طبعا لانه وي. We are going to watch the match next Friday. احنا مخططين نحضر الماتش next Friday. المضارع البسيط او present simple، ويسموه الزعيم، يسميه الزعيم او leader of the English language. هذا الزمن لما أتكلم بشكل عام، لما أتكلم بشكل عام، لما أتكلم على عادات، لما أتكلم على حقائق، أستخدم هذا الزمن. طبعا لاحظوا معي، أنا كنت أفضل أن يحطوا بعض الكلمات الدلالية، مثلا يعني يحطوا معه مثلا كلمة، لأن في كلمات تدل على العادة، every، always، usually، هذه كلها كانت تدل على العادة. sometimes هذه ظروف التكرار، نسميها ظروف التكرار، وهي تأتي بين الفاعل والفعل. never أبدا، هذه كلها تدل على العادة، هذه نسميها ظروف العادة أو ظروف التكرار. فلما أشوف واحد من ظروف التكرار أشك على طول إنه present simple. ميزة هذا الزمن انه على طول الفعل بالتصريف الاول صافي، ما عنده اي شيء، الا احيانا يضيف له حرف الاس اذا كان الفاعل ضمير غائب، هي شي وات. يعني شوفوا الجمله هذه، انا على طول شفت كلمه يوجوال، يوجوالي هو ظرف من ظروف التكرار. فالزمن انا قررت انه مضارع بسيط، انا قررت انه مضارع بسيط، يعني الفعل بالتصريف الاول، الفعل بالتصريف الاول. لاحظوا ليش ما حطيت اس؟ لانه عندي ال إذن في المثال الثاني، هوازن كوكس دينر إفري نايت. لاحظوا في كلمة من الكلمات الدلالية، مع هذه بعض الكلمات الدلالية، كل ظرف يدل على العادة هو تعتبر كلمة دلالية أو سيجنال وورد يسموها. طبعا هون في غلط، هذا هون ما في أبوستروفي، هي كوكس. طبعا ليش أضفنا الفعل كوك، أضفنا له إس؟ لأنه لاحظوا أنا حكيتكم لما يكون مفرد غائب، هوازن يعني اسم شخص، اسم ولد أو اسم بنت، أو هي أو شيء، نضيف الفعل اس فقط في حال الزمن المضارع البسيط. فأنت بيهمك الكلمة الدلالية، في كلمة every أختار الفيرب 1، لأنه أنا قررت فيرب 1 لأنه هذا simple present. we always watch the final European matches. لاحظوا كمان always، فأختار فيرب 1. وأنا ما أضفت إس هنا، لأن صحيح الجملة في البريزنت سيمبل أو مضارع بسيط، لكن السبجكت كان وي، الفاعل كان وي. أحمد أوفتن سبيكرز، أحمد أوفتن
جملة غريبة طبعا. speaks English with his mates. لا often often طبعا هذه أو often، ما في مسافة هنا. often طبعا often يضاف هنا معناته غالبا. شو معناته غالبا؟ هذه أمثلة عن present simple وكيفية استخدامه. نيجي على الزمن اللي بعده، وهذه أزمنة كلها مهمة في حياتنا ومهمة في اختبار أرامكم. الزمن الماضي المستمر اللي هو past progressive أو بسموه past continuous. هذا الشيء كان في الماضي لكن كان مستمر في الماضي، كان مستمر في الماضي. وهذا أكثر شيء يجي معنا في حالات الوين والوايل، بينما وعندما، وخاصة إذا كان في حدثين، كان في two actions in the past. One of them was continuous when the other one interrupted it. لاحظوا أول شيء هو طبعا نتكلم إحنا عن شيء was continuous in the past، شيء كان مستمر في الماضي. طبعا while when ممكن تيجي في البداية، while بمعنى بينما. لاحظوا غالبا إنه هو while يجي بعدها الماضي المستمر، وفي الأذر كلوز في الجزء الثاني من الجملة يأتي الماضي البسيط. فأنت بتحكي مثل while they were playing a game it rained. شوفوا هم كانوا مستمرين في لعب كرة القدم أو في اللعبة يعني عفوا، فأمطرت. هذا يسمى قاطع، قطع هذا الزمن. هذا الزمن مقطوع، كان مستمرا في الماضي. were playing، لاحظوا while تحب يأتي بعدها دائما الماضي المستمر، وفي العبارة الثانية تكون verb to اللي هو past simple. شوفوا when بعدها تماما يأتي الماضي البسيط. when أحمد came، when أحمد came we were eating. نفس الجملة هذه ممكن أخليها while we were eating أحمد came، or when أحمد came we were eating. نفس الشيء هذا الإكزامبل، بس حطوا when at the end of the sentence. She was cooking in the kitchen. هي كانت مستمرة في الطبخ في المطبخ. when I arrived، عندما وصلت أنا. فلاحظوا معي هون، هذا كان القاطع، وهكذا بالنسبة للقاطع والمقطوع. نأتي إلى زمن آخر، بحب أتكلم عن المضارع التام والمضارع التام المستمر في نفس الوقت. ليش؟ لأنه هذولا هم عبارة عن أخوة، لكن هما كلاهما يتكلم عن شيء كان مستمرا في الماضي وانتهى للتو أو الآن سينتهي. يعني مستمر إلى الآن، هو مستمر إلى الآن يا أما انتهى للتو. وأحيانا يكون الشيء حدث في الماضي لكن أثره ما زال مستمرا. يعني أنت لما تحكي I have been studying for 2 hours، يعني صار لي 2 ساعتين خلصت الآن، ونتيجة الدراسة إني tired متعب. The present perfect perfect continuous، هم كلاهما يتكلم عن عمل حدث في الماضي وما زال مستمر إلى الآن. طبعا صيغة الزمن هي عبارة عن have أو has، ومعهم فعل بالتصريف الثالث أو يسمى verb 3. I have lived in Dammam since 2002. من أكثر الكلمات الدلالية هي كلمة since وكلمة for. طبعا أحبتي أحب أركز هون نقطة، المضارع التام المضارع التام المستمر تقريبا نفس الاستخدام، لكن هذا يركز أكثر على الإنشاء الإنجاز، يركز على الإنجاز. وهذا يركز على المدة. أحمد has worked in Aramco since 2009. صار له أحمد يعمل في أرامكو منذ 2009.
هذا الزمن يعني أنه ما زال مستمر إلى العمل في أرامكو إلى الآن. We've started the course for 2 weeks. We have started the course for 2 weeks. والله الجملة مو عاجبتني. Since 2 weeks هنا. And for we have started the course. ممكن we have started a course for 2 weeks. شوية جملة مو قوية. For بعدها طول المدة الزمنية، لاحظوا معي. أحيانا يجي خيارات اختار بين for و since. Since يأتي بعدها تاريخ محدد. Last week ما يعطيني طول المدة الزمنية. أما for فهي تعطيني بعدها for 2 weeks. For 3 months. For the whole week. I have worked for the whole week. المضارع التام مستمر هي هون، لاحظوا has أو have ومعهم been ومعهم verb ing. هو نفس الشيء عمل حدث بدأ في الماضي ولكن ما زال مستمر إلى وقت الكلام، لكن التركيز على المدة. لما تحكي أنت I wasn't has been working in that company since 2007، معناته هو كثير تركيز على المدة هنا. طبعا نرجع نقول إن since before كلمات دلالية، طبعا ليس فقط since before، يعني هون لو رجعت أنا present simple في عندي كلمات دلالية زي اللي هي just already yet. هذه كلمات دلالية. I have finished. I have just finished. I have already finished. I haven't finished yet. هذه أمثلة على هذه الكلمات. أما المضارع التام المستمر، نعم since for من أقوى الدلائل على المضارع التام المستمر. have has been ing ويأتي معهم كلمة all، يأتي كلمة all as well أو recently. all I have been studying for all the night. all the night. أنا حكيت لكم هو بيركز على المدة أكثر من تركيزه على الإنجاز. ننتقل للفكرة التالية. الزمن الماضي التام. The past perfect. باست بيرفكت. الآن احنا بس نستبدل الهاب والهاز بهاد، لكن متى استخدم هذا الزمن؟ عندما يكون عبارتين في الجملة أو حدثين في الجملة. حدثين في ترتيب زمني بيناتهم، في واحد منهم حدث قبل الثاني، فالذي حدث في الترتيب الزمني في الأول نضعه باست بيرفكت هاد وفيرب 3، والذي حدث بعده وليس في ترتيب الجملة نضعه بالباست سمبل الماضي البسيط. After he had cleaned the room he studied he said the lesson. هذا هو أول شيء خلص تنظيف الغرفة. هذا خلص. طبعا كلمات after before by 2 o'clock by the time. هذه كلمات دلالية مهمة جدا تدل على ترتيب زمني. Before Ahmed arrived، قبل أن يصل أحمد، he had called me. شوفوا هو اتصل بالأول صح؟ فهذا زي ما نحطه past perfect ماضي تام، وبعدها وصل أحمد. أحمد had come before the lesson started. أحمد already جاء، أحمد وصل. بعدها الدرس بدأ. We drove all afternoon، but by 5 o'clock we hadn't arrived. يعني هون الزمن هذا انه لحد الساعة 5 we hadn't arrived. نأتي على الفقرة التالية. نتوقف هنا في هذا الفيديو.
ونكمل إن شاء الله في فيديو قادم نتكلم على أفعال ناقصة tag questions، ونتكلم على ضمائر الوصل والضمائر بشكل عام، نتكلم على little of you many والصفات والمقارنات superlative and غيرهم في فيديو لاحق إن شاء الله نتكلم عنه. انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك وتفعلوا جرس وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وأرجو أن تشيروا القناة أو الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص لكي يستفيدوا من هذا الفيديو. شكرا جزيلا لكم.